هلا 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 والله هلا. قل لي I have bad news. أفها The listening device work. يقول لك جهاز تنصت اشتغل ولكن فيه انترنت كافيه ثاني جايين يعني يقتلوني، يعني اتغدى فيهم قبل لا يتعشون فيه، وإذا ساعدتني بيجونك كاستمر زيادة. هذا C4 ثلاث قنابل C4 بيشتري يا حبيبي، يحتاج يقول لي تكفى 1500. The price of bomb have increased. أسعار القنابل ارتفعت. طيب شل من هذاك اللي جاي يفجر محلي كل شوي. أوكي يا شباب فهمتوا. لا 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 لا، حتى هذاك يعني اللي يجي يفجر هذا كان مرسول من محلات ثانية. يا جماعة أقسم بالله ختمت اللعبة خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة وانتد كافيه. لعبة وانتد كافيه، وانتد شو اسمه هذا، كافيه سيميليتر. في طلب جديد من الأخ الفاضل هذا، خلنا نشوف ايش عنده. يقول لي في محل there is internet cafe in the city and doesn't listen to my oh. يقول لي في محل كمبيوترات نفسك موجود في هذا المدينة، وكل واحد موجود في هذا المدينة يسمع كلامي ما عدا هذا الشخص، فيبان اجلده. What I'm asking you to do is place bugging device under. حلو، يباني احط جهاز تنصت تحت هذا، تحت الطاولة حقه. It is located on the second floor of your. هذا هو نفسه. Of course يا حبيبي. وين الجهاز التنصت؟ اضيفني اياه. يلا يعطيك العافية. بتجي معي ولا ايش الوضع؟ انتظر انتظر انا. يا اخوان هو نفسه هذا اللي موجود في الطابق الثاني في نفس العمارة اللي انا فيها. اصلا هذا منافس لي، فكذا كذا انا ناوي كنت اجلده. وين بيتنا؟ ضيعتنا. على الطابق الثاني وديني والله. انا السر الوحيد اللي ما فهمته في اللعبة هذا زر الستوب. وش فايدته؟ يعني يتعطل عندي ال شوف تقريبا يعني قبل اوصل للطابق وقفت انا شوي، كان ممكن يعني وان اور فري. هذا هو السر، يعطيهم ساعة واحدة مجانا. طيب يا اخوي كيف احط الجهاز تنصت تحت طاولته وهو جالس يدخن في وجهي؟ يعطيكم ساعة مجانا يا الذين ها، عشان كذا جالسين هنا المكان الرخيص هذا. اوه موضوع اللوحات نسيت والله، نسيت ما احط اللوحات عندي، ان شاء الله ما بنسى في هذه الحلقه. ما كان هذا يشبه البي سي حقي يا اخوان، والله العظيم ان رجعت المحل ما حصلت البي سي حقي. دقيقه كيف نحط جهاز تنصت بليس؟ خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. الا يا ليتني اقدر اصفقك بالقب، لكن حاولت يا اخوان والله، انا جبت القب وحاولت اصفقه بس ما قدرت. شفاف نظام اللي تطفي كل شوي هذا سبرايز ما نباه. خلينا نجرب. ما في فايدة، ما منا فايدة. وين صاحبنا؟ يا خوي وين رحت؟ هذاك هو. تعال تعال تعال. تعال. Thanks a lot mate here's a little gift for you. يعني هو مغبون منه، أنا ما يسمع كلامه، ما قال لي عشان أسكر محله ولا أبهذله ولا. والله صراحة يعني عجبني. ممكن يجينا بعد يومين، تعرفون انتو هو يغيب يومين كذا ويجيني بشغلة عرفت، فممكن يجيني بعد يومين يقول لي والله لقيت طريقة تسكر محله. او يا اخوان اللي يفهم هذا وش فايدته بالله يعلمني، تكفون يعني والله ما ادري. امس اشترته حس نفسي عبيط اني ما فهمته، بس ما ادري. نركض نلعب احنا. المهم 28000 هذا اللعبة. طبعا انا خليت اللعبة تمشي كذا يوم بدون تصوير بحيث اني اقدر اجمع مبلغ. شفتوا انتوا الوضع يعني في الطابق الارضي ما سوينا ولا شيء غير الاضاءة عدلناها. الطابق الاول مثل ما تشوفون الاركيد رتبناه وكذا. ف يعني ايش فايدة الاركيد هذا كله بدون ما شو اسمه شغل حرك الوقت يعني الزبدة بدون تصوير، بحيث اني اجمع مبلغ واقدر انجز شيء معاكم، فهمت؟ يعني حاولت اني اختصر شوي يعني في الموضوع هذا. موضوع الفي ار يا اخوان، مثل ما تشوفون جالس يلعب اغلى الادوات ريموتين، والجهاز هذا اللي اكبر من راسه. وما ادري وش فائدة الكرسي في الفي ار، والله ما ادري. يعني هذه من ضمن شروط اللعبة ولا لا؟ لا ما هي بناقصها شيء، والله فلسفة مني جايب الكرسي معليش، فلسفتي انا ما هي بفلسفة اللعبة. ايش الصوت هذا؟ اوه اوكي، هذا اذا حد ما دفع فلوسه او جاي يسرق
ينبهك. والله ما ادري، ممكن احنا اشترنا ميكروويف وتوستر تقريبا وكوفي ماشين وصابون ما صابون وامور طيبه. هذا الكوفي ماشين يا اخوان، ايه صح. ايوه لازم تجيب هذا وتحطه. هذا كان مفروض ابدا فيه الحلقه ونقول بسم الله يا اخوان، بدل لا دائما ابدا لكم اياها من فوق السرير. كان مفروض نبداها من الكوفي كذا. والصابون وين الصابون اللي شريناه؟ الله 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 الله, الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم. الله ذا بنشتري حمام ثاني لانهم جالسين يزقون في الـ في الـ في الارضيه قدام الحمام. الله يخرب بيتهم. اشتري لهم حمام المقرفين. نطور السبيكرات، مع ان السبيكرات عجبتني بس بنطورها. والله انا اللي قبل اشوفها اجمل صراحه، بس يلا خلاص وش نسوي؟ تلاشنا بالتطوير، خلصنا التطويرات هذه كلها. انا ذكرت شغله صح، كنت بغيت اشتري العاب للحلوين هذا اللي يجونا. كم تقايمهم؟ 5 5. ستيم، اي والله ستيم. طيب اشتري الالعاب كلها بحيث يوم نحط بي سي نرفع السعر. عرفت؟ ما شاء الله على الالعاب زومبي. على طار الالعاب يا اخوان، هاتوا لي لعبه تختيم يعني، الله يرحم والديكم. والله اني ادور لعبه تختيم كذا تكون بتنزل. يا ريت اذا عندكم علم بشيء لعبه بتنزل تبلغوني فيها، انزل فيها 15 حلقات وكذا. فاحب الالعاب الخفيفه كذا ابو 5، نفس كافيه سيميليتر يعني تشوفها. كم السعر حق الفي ار؟ $7 في الدقيقه، مدري في الثانيه. والله كويس يا اخوان، يجيب لنا قرابة $500 يعني الشخص الواحد. البي سي كان، شوفوا البي سي كم، $4 يعني، هذا تقريبا ضعفه. على حسب يعني، على حسب التجميع اللي تحطها في البي سي. خلنا نزيد لنا مكيفين بما ان الله فاتح علينا 26,000. في جهاز يا اخوان اللي هو الضايع هذا اللي تقيس فيه درجة الحرارة، لو تذكرون في اول حلقة كنا نمسكه ونعرف درجة الحرارة منه، ما انا محصله فمتوهق. يا ساتر وش هالاغراض كلها؟ والله اني ناسي، والله اني ناسي دحين يا ولد. ايش تبى انت؟ لا شل الكرتون وامشي بعد حبيبي. تومي جان واقف في وجه امه. هو هذه الاضاءات صح؟ طبعا هنتر كان يقول لي يبالك مهندس ديكور، ما احتاج ديكور عشان اثبت لكم. تشوفون هذا المربع الاول يخلص هنا في تقاطع، بعدين مربع ثاني، بعدين ثالث، بعدين يجي 1 2 3، بعدين 1 2، نيجي عند الثالث ونحط اللمبه هذه بحيث تكون الأضواء متوازنة، المسافات متناسقة مثل ما تشوف المنظر الجميل. زين الله أكبر، 31,000 لأول مرة نوصل 30,000 يا أخوان. هذا ولسه ما دخلت البيسيات. هذا نرفع سعره، خله 8، خله 8، اللي يبغى يلعب يلعب، ما اللي ما يبغى مع السلامة. والحلو في الموضوع أن الفي آر مثل ما تشوفون يا أخوان ما ياخذ مساحة. الفي آر مكانه رهيب أنه يكون في الطابق الأرضي، ما في طاولات، ما في كراسي، ما في شيء. ما أدري إذا لاحظت ولا لا، فوق الديسكتوب حقي حطيت لمبة مختلفة. أوكي الحمد لله، وأخيرا طفينا الحريق. أنا توني جايب المكيفين، 3 مكيفات في الطابق الأرضي أتوقع كافية وزيادة، والاثنين متقابلين هذا ما لهم داعي صراحة. أصلا هذاك المكان كله جلتش، فكذا الوضع أحسه أفضل. ما تلاحظون يا إخواننا جاء سايل التكييف جاي في سنتر الغرفة، وهذا في سنتر المربعات، فممكن نحط لنا 1 زيادة يبرد علينا. خلنا نطلب 10 للطابق اللي فوق بعد، 11,000. يا ساتر الله بالغت، بس الأركيد فوق أكيد تقييمهم مفروض انه يكون سيء لانه ما في تكييف فوق. والله امورهم 200 200. اتوقع هذا كلهم تقايم الكويسة من الفي ار. بس هي صح موضوع اللوحات كويس، والله يجوني ناس على السعر الغالي. البي سي باله واحد مكان واسع، ممكن يكون في مكان الفي ار هناك، فهمت؟ وهذا في الممر ما يكون على طريقة شيء. طيب نجي لموضوع اللوحات قبل انساها. نجرب هذا، نجرب هذا وهذا، نشوف اللي يناسبنا ونرمي الباقي. هذه الساعة رهيبة، هذه برضه كويسة. كم الفلوس تبى؟ 2600 لوحات ولا شيء. شغل هذا في دقيقة، نجيب التعويض. أظن 100,000 لو سمحت. طبعا في شغلة ذكرتها الحين اللي هو المهارات، وفيه مال بوكسينج. اوكي الحين اتجالد بدون قب اتوقع خلاص، وقوي بعد يعني اي واحد يضربني ما احس بالضربات، معضل. وهنا دبوليس اوكي حلو، هذا نحتاج يا اخوان، لان الشغله الثانيه اللي بنسويها
افا ما عندي في شيء ثاني اللي هو الماينر. اخ هذا كنت احتاجه لان بسوي المايننج حق البيتكوين، لكن والله ما حسبت حسابه، على بالي السكيلز بتكفي. يلا ما عليه ما عليه ما عليه. كم 140 ان شاء الله اني اجيبها واتذكر. ايش رايكم حركه التكييف؟ تحسون لها داعي ولا ما لها داعي؟ تكون في جميع الزوايا، ما ادري حسيت متناسق الشكل. نطلع فوق نبرد المكان، نحط واحد هنا واحد هنا وخلاص. طبعا لازم نتاكد ان نشغلهم كلهم. السلام عليكم، كذا خلصنا الطابق. هذا بشيله بعد ما له داعي. وانت تعال معي. اخ ما ضبطت، بسم الله الله عليك. ارويك مهاراتي لازم شوي في اللعبه. نحط حبه مكيف للطباخ العزيز، بس ان شاء الله ما يطفي عليه النار. هذه ما يبالها تكييف، هذه لازم تمي حاره، فهمت علي؟ اوه اخي هذا مش الحل معه. انا توني شاري مهاره انه ما يفتشني. هذا الوحش اللي يباله والله. بالنسبه للاضواء ما احتاج اضواء كثيره، بس واحد في الغرفه هذه مع السبوت لايت خلاص كفايه كذا. اصلا الالعاب هذه فيها شاشات، هذا ما تحتاج اي فلسفه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، وصلت اللوحات الرهيبه يا اخوان. الجلتش هذا يا اخوان اقسم بالله انه خوفني على طول، اقسم بالله. طياره على السرير اخزن قبل لا اجيب ام العيد. نفس الحلقه الخامسه. هلا 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 والله هلا. قل لي I have bad news. افها the listening device work، يقولك جهاز تنصت اشتغل، ولكن فيه شو اسمه، فيه انترنت كافيه ثاني جايين يعني يقتلوني، فلازم انا اقتلهم قبل لا ايش يعني اتغدى فيهم قبل لا يتعشون فيه. واذا ساعدتني بيجونك كاستمر زياده راح ايش هذا C4 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 ثلاث قنابل C4 بيشتري. يا حبيبي اي نيد 1500 بس، يحتاج يقول لي تكفى 1500. ذا برايس اوف بوم هاف انكريست، اسعار القنابل ارتفعت. طيب شل من هذاك اللي جاي يفجر محلي كل شوي. اوكي اوكي يا شباب فهمتوا. لا 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 لا، حتى هذاك يعني اللي يجي يفجر هذا كان مرسول من محلات ثانيه. يا جماعه اقسم بالله ختمت اللعبه خلاص. اللعبه كذا كثير كذا كثير، ورب الكعبه كذا كثير يا اخوان. يفهمونك ان هذاك تحيه ثانيه تحيه. فهو اشترى له واحد واجر له واحد نفس هذا يروح يفجرهم. دقيقه الحين الطابق الثاني فاضي. ودني ودني الطابق الثاني، تكفى ودني ابى اشوفهم اللي ديسكاونت ساعه مجانا. تكفى ودي شوف راسه كيف رقبته صارت يدوسه كذا دوسه. على باله بيقوم والله، على باله بيوقف. والله هذه احط لكم اياها صورة الثمنيل. قتلته كذا، وحط يده بعد شوية كذا. ايوه قتلته. لا اله الا الله، فجرت ابو محلة. طيب هل يمدينا نشيل الاجهزة؟ طيب بلاي ستيشن 1 يا اخي بنشله الشاشة. طيب ما يمديك تشيل اي شيء، خلاص مفجر خربان. هذه نهايتكم، هذه نهاية منافسيني خلاص. والله كفو عليه يا اخي، كفو عليه، كفو عليك يا اسامه اللي نصحتني ادفع له. يا اخي والله العظيم يا اخوان انهم تعبانين في التفاصيل، يعني في امور صراحه تحس انه يعني في هدف. عسى في مكان فاضي حلو. هذا ايش اللوحات؟ نساني موضوع اللوحات والله. طيب خلنا شوي من اللوحات نيجي للماينر. بألف الماينر والكيس فور مايننج، الصندوق بألف تقريبا كان، وكرت الشاشة الواحد بخمسمية. هذه ثلاث شغلات اللي اشترناها، ويمدينا نحط أكثر من كرت. فبنشتري
كروت زيادة. خلصت كروت الشاشة عندها. هات لنا كروت زيادة. والله ما أعرف يا أخوان هل يمدينا، والله يمدينا في المطبخ نحطه. خلنا بنحطه في المطبخ. لا 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 أتوقع ممنوع، أتوقع ممنوع، أتوقع ممنوع. والله يا إخوان إذا صادني ومعي هذا أتوقع أنه ممنوع. ابن الذين شفتني جاي من هناك، أو إذا دخل المحل شافه. لا مستحيل هو دخل محل، في تفاصيل مع الشرطي ترى. هذا سبب ثاني للشرطي في اللعبة على فكرة. والله هذا قلبته مسكين، دل سوق خضرة قلبته سوق تكييف. لو سمحت ما في تدخين داخل المحل. هذا ايش قصته يا اخوان؟ انك تيجي تطلع عملة البيتكوين من هنا وتروح تبيعها. شفتوا كيف كان سعر البيتكوين؟ احنا ما كنا نقدر نشتريه. تعال صح. انا اشترت عملات. يا الله انه في فايدة. اتذكر هذا ب 500. اوف والله ضاعف، صار 1700. انا اتذكر ان شاري هذا ب 500 وهذا 500 وهذا 500. طيب شوف مثلا هذا نفس الشيء قريب 500، وهذا المية حقي قريب 500. هذا ضاعف سعره، قلت اني شاري اكثر. فخلنا نبيع. سل اول 1700 ما تفرق معنا. شوف البيتكوين كم سعره الحين، الواحد بس 39000. فاذا طلعنا واحد احنا بس يا اخوان من الجهاز هذا اللي قبل شوي راح نبيعه ب 39 قرابة 40000 يعني. هذه بتكون خطوة جبارة صراحة بالبيتكوين. بس اتوقع مدة الحلقة طالت. ان شاء الله باذن الله راح نسوي هذا الشيء في الحلقة الجاية. لا تنسوني باللايك والكومنت والشير. اشوفكم ان شاء الله على خير. حياكم الله.